اتفضل انت. اهلا وسهلا. تحت امرك فندم. تحت امرك. الرئيس رافض المبدأ من اساسه. لازم القرار يفضل في ايدينا. مفهوم. مع السلامة. احنا مش في اجازة؟ شغلتنا ما تعرفش الاجازات. فاكر صاحب الصورة دي؟ فاكره طبعا يا فندم، فوزي البنجلاني. كويس جدا. وعارف طبعا كان بيشتغل فين؟ عارف يا فندم. وعارف انه لو وقع في ايدين الاعداء هيحصلوا منه على معلومات خطيرة. ده إذا كان وقع في إيديهم يا فندم. للأسف حصل يا إبراهيم. العملية لازم تتم بمنتهى السرعة والسرية وبأقل عدد ممكن من الأفراد. فوزي البنداري لازم يرجع حي. كل حاجة جاهزة في مكتبك. ابدأ التحرك فورا. حاضر يا فندم. أنا جعان، جعان أوي. عجبك يا حبيبي. يلا. لسه فيك نفس؟ أنا نفسي طويل أوي. محمود. ايه مش هتاكلي؟ ماليش نفس. هو في عروسه ما يجيلهاش نفس في شهر عسلها؟ دمك يا عروستي يا امورتي يا لبنتي. اوعى كده، ما باخدش منك غير الكلام وبس. مزعله روحك ليه؟ ها؟ ده ها؟ ابعد عني. استني استني، عشان خاطري عشان خاطري. وده وقته؟ طب قوم افتح الباب. طب مش فاتح بقى؟ لا بقول لك كده، عشان خاطري عشان خاطري عشان خاطري. يلا قوم، مش عايزين قلق بقى. قوم. طب بسرعة يا فندم. انزل استنى لي تحت وانا جاي وراك. وانا مفندم. ايه يا حبيبي في ايه؟ طلب استدعى. دلوقتي؟ دلوقتي. خد العربية وروح المية وانا هعدي عليك. ادخل. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا محمود. معلش قطعنا عليك شهر العسل. ولا يهمك يا فندم، انا تحت امر سعادتك. حصل حاجه؟ اما يوصل عادل هشرح لكم كل شيء. اتفضل. تمام يا فندم، كده عادل مش في البيت. اشرف، ما انت عارف سعادتك عادل ما بيصدق ياخد يوم اجازه. بعدين سعادتك انا هتصرف وهرجع لحضرتك. ما تتاخروش عليا. بعدين سعادتك. اتفضل.
هنعرف نقول كلمتين لوحدينا ولا ايه؟ طب قول. اقول ايه؟ قول الكلمتين. الكلمتين؟ لا، ما هو اذا كانت دي هتبقى طريقه الكلام بينا فالافضل اننا ما نكملش. لا 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 لا، اصلهم حذروني منك. ليه بقى؟ بعض؟ لا، قالوا لي انك بتاع بنات وعمرك ما بتكمل مع واحده. لا 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 لا، الكلام ده كان قبل ما اشوفك، قبل ما عينيا توع على اكمل وارقي بنت في الوجود. ويا ترى قلت الكلام ده لكام واحده قبلي؟ الكلام ده طالع من جوايا من قلبي، مش ممكن اقوله لاي واحده خير. برفانك مثلا مش ممكن يبقى له نفس الريحة على أي واحدة خيرك. لما القمر بقى بينزل بيتش في المية بقى نبقى احنا ماشيين بقى على الرملة تك تك سنة يا بحبة تبقى مع أصحابي. شوفي أخويا الوحيد بقاله 5 سنين ما حضرش عيد ميلادي ومش قادر يتلم عليه. طيب يا حبيبتي خلي ازاي واحد يتلم عليه؟ شوفي بقى لما هو ماشيين بقى على الرملة كده. ايه؟ اكبر دليل على سر كلامي اني هعرفك وعينيا متغميه. يلا يا بيه. صح برفان اهو. امال ايه حبيبتي ده؟ انت بقيتي تلعبي عديد يا حبيبتي. وشعرها شعرها نعم 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 لوت لوت. المناسبات الحلوه دي اهلا بيك اهلا. ما تفضل اهلا. يلا بينا مفيش وقت. في شخصية مهمة اتخطفت ومطلوب استرجاعها. مكان العملية؟ بره مصر. تحت ايدينا خريطة دقيقة للمكان ومجموعة من الصور وصلت لنا من عميل لينا هناك. ومين الخطف يا فندم؟ منظمة إرهابية كبيرة بس معروفة لنا كويس. طلباتهم؟ الإفراج عن مجموعة من زملائهم اللي موجودين في سجون مصر. المهلة؟ أسبوع. تعالوا معي عشان تطلعوا على كل التفاصيل. يا ترى ايه اللي اخرهم لغايه دلوقتي؟ لازم تتعودي على كده. بابا كان يقولي راجع بعد ربع ساعه واشوفه بعد يومين ثلاثه. يومين ثلاثه؟ ده لو متاخرين. اخر مره شفته بعد شهر مع انه قال راجع بعد 3 دقايق. كان فين؟ معرفش. ما سالتهوش؟ حتى لو سالته مفيش جواب. الله، طب افرضي حصل حاجه لا قدر الله وكان لازم يبقى موجود. حياتي مع بابا علمتني ازاي اعتمد على نفسي حتى في مواجهه الموت. ده مكت للفيلا اللي محجوز جواها فوزي البنداري، وده المدخل الرئيسي للفيلا. من هنا لحد البحر 4 كيلو متر بالظبط. الناحيه الشرقيه للفيلا عباره عن منطقه جبليه. والحراسات؟ 25 فرد متوزعين بين المنطقه الشرقيه والشمال وجميع مداخل الفيلا. طب في اي اجهزه تنظرها ومراقبه؟ حسب المعلومات اللي تحت ايدينا لا. وتسليحنا؟ دي خريطة بالمكان اللي هنلاقي فيه تسليحنا، والدوسي ده في كل المعلومات اللي هنحتاجها هناك، ودي صورة لفوزي البنداري. الإدارة قررت سفرنا على شكل مجموعة سياحية. واعملوا حسابكم لبنى ومي هيسافروا معانا من باب التمويه، والفرصه محمود تعوض لبنى عن شهر العسل اللي قطعناه قبل ساعه الصفر. مندوبنا هناك هيرجعهم مصر. لكن يا فندم ايه حكايه لكن دي النهارده؟ لكن دي كترت على لسانكم المره دي. في ايه؟ ايوه يا فندم، بس مش كده في خطوره عليهم وهم معانا يا عادل؟ مالك ايه؟
احنا مش هنقدر نحميهم ولا ايه؟ نقدر طبعا يا فندم تحت امرك. في حاجة مهمة يا جماعة عايز ألفت نظركم ليها. المهمة دي على وجه التحديد. احنا شغلنا مع الناس دول هيكون على المكشوف المرة دي. أي أسئلة؟ لا يا فندم. لا يا فندم. خطة رجوعنا. اتفضل. هتكون كالآتي. احنا هنأجر لانش ونرسى بيه في المنطقة الساحلية اللي مواجهة لمكان العملية. في مركب هتكون مستنيانا في عرض البحر. لحظة الرجوع هيتم الاتصال بيها ونتقابل كلنا عند النقطة دي. تمام؟ تمام يا فندم. وبعدين معاكي، تعالي اشربي الشاي واهدي شوية. طب ازاي؟ أنا ما أعرفش حاجة عنه من ساعة ما خرج. طب كان يقولي إنه هيتأخر شوية أو حتى يتصل بالتليفون. أنت إيه؟ مش خايفة عليهم؟ الخوف اتلغى من قاموس حياتي. انت مش بنت زي كل البنات. انا متأكدة ان باباك يحولك لعسكري بندقية. بقولك ايه، انا مروحة بيتنا. باي باي. في الحالة دي لازم الجماعة اللي في السجن يتنقلوا لمكان تاني، والمفاوضات مع الارهابيين هتتم على اساس الافراج عنهم بعد 48 ساعة من ساعة الصفر. واذا ما وصلتش يا فندم اشارتنا للمركب هتحصل مناورة ويتأجل التسليم 24 ساعة، بس المرة دي العملية لازم تتم بإذن الله. محجوز لنا في أوتيل؟ لينا حرية التصرف. هنجهز نفسنا للسفر. مالك قلقانة ليه؟ مش مصدقة إن إحنا هنسافر. ليه بس؟ خايفة، خايفة قوي، خايفة اللي هيسيبوك في مأمورية واحنا هناك. سيبني لوحدي، ارجع انا بقى ازاي من بلاد بره؟ اولا مش هيسيبوني، ولو حصل ما هي معاكي. ثم انا مش فاهم انت خايفة قوي كده ليه؟ علشان بحبك يا محمود، وماليش في الدنيا دي حد ابدا غيرك. اذا كان كده خافي، خافي قوي قوي. محمود سيبني، خليني احضر الشنطه. كل حاجه تتأجل للصبح. هقدم على التأشيرات دي. اتفضل جوه حضرتك. هقدم على التأشيرات دي بس مستعجله. اوكي. يا بني ادم انت ما بتيأسش يا فندم. لا يا سماعه الحياه. اتفضل صاحبي. من اولها كده. اتفضل صاحبي. نرجع. لا اتفضل. اتفضل اتفضل. التدخين مضر بالصحة. مين قالك تقعد في أماكن المدخنين؟
الراجل بتاع حجز الاماكن، انا قعدت اقول له عدي في مكان ما فيهوش سجاير، يوم يعدي في مكان فيه سجاير، حاجه غريبه. تحب اطفي السيجاره؟ لا مفيش داعي، انا هودي وشي الناحيه التانيه احسن برضه. هو جو هناك حر؟ نعم. اصل دي اول مره اروح هناك. زي اسكندريه بالظبط. ايه ده انت اسكندرانيه بقى؟ حلوه اسكندريه حلوه. وعندي 25 سنه وثلاث اخوات وبابا وماما وبشتغل ومسافره في شغل ومش متجوزه ومش ناويه اتجوز. في اسئله تانية؟ الظاهر ان انا ضايقت قوي. لا ابدا، بس يظهر عليك عاوز تتسلى لحد ما توصل. لا 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 لا، اصل دي اول مره انا بسافر فيها فتلاقيني قلقان قوي. ما عادش مع اصحابك ليه؟ اصحابي؟ واحد عامل لي كده والتاني عامل لي كده. لا 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 لا، اصل انا بحب الجمال. برفانك مثلا مش ممكن تلاقي نفس الريحه دي على اي واحده تانيه. انت هتتعب قوي. انا اسمي عادل. وانا سوسن. بابا وصلت لحد فين؟ وصلت لحد عندك. مش قادر اصدق انك كبرت بالشكل ده. انت خايف لا يقولوا انك انت اللي كبرت؟ بتفكر في ايه؟ شايفك عروسه ومسيرك للجواز. يا سلام، بقيت حمل عليك ولا انت اللي بتفكر تعملها؟ كنت عملتها من زمان. قولي لا، اي انسانه في الدنيا تتمنيك. لكن تفتكري اني هلاقي واحده زي مامتك الله يرحمها. على شط نهرين اللمة في الليل بتتلم لما والبدر اسمع على مسمى ونغني يا محمود. بتكلم نفسك ولا ايه؟ لا ابدا، دي غنى كنا بنقولها وانا عيال صغير بناء الدوده، ولما تحصل حاجه يعني لما يكون في خطر على الزرع او على البلد واغنيها اما اكون طالب حاجه من ربنا ونفسي يعجل بيها. ونفسك في ايه بقى؟ حته عيل يمنع علينا الدنيا. استعجل قوي؟ انا خايف العمر هو اللي استعجل. بعد الشر عليك يا محمود، انا عمري كله بتاك يا حبيبي. ربنا يخليك ليا. اخوات انتوا مش شبه بعض خالص. لا ما هو انا وابي ابراهيم من ام واحده. بعد امي ما ماتت الله يرحمها فابويا في ساعه طهور يعني اتجوز الغساله وخلفوا محمود. انت عشان كده بتخاف من ابي ابراهيم قوي. لا هو مش خوف، انما احترام الادميه. ادميه وجوده على وش الارض. انت مسافر ليه بقى قلتي لي؟ شغل. شغل شغل ايه؟ كل حاجه عاوز تعرفها في لحظه واحده. حب استطلاع. وانتوا مسافرين ليه؟ يعني سياحه. طب ايه رايك تنزلوا في الاوتيل اللي انا نازله فيه؟ والله فكره جميله، بس على شرط تسهري معانا الليله. طب ما يمكن ابي ابراهيم يقول لك لا. لا اذا كان ابي ابراهيم كبير فده مش معناه انه يحجر على تصرفاتي. انا ممكن شفتي. بيعملوا صلاه تجريبي انما ايه هايله والله. طب يلا حبيبي قدامي. اه تمام، اتفضل. هنبتدي تحركنا من بكره ان شاء الله. طب يا فندم بعد اذن حضرتك يعني لو نحتفل الليله بمحمود ولبنى. موافق، بس سهر بره الاوتيل؟ لا 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 لا، بره الاوتيل ايه؟ لا احنا بتوع بره الاوتيل، احنا هنسهر كده سهر عليها في الديسكو بس يعني. ديسكو؟ اه ديسكو. ماشي، جهزوا نفسكم عشان نتقابل تحت. اوكي يلا. طيب انا هغير هدومي. يلا. ايه
سوسن سوسن انا عادل عادل. ايه بقول لك ايه، تيجي نتقابل في الديسكو؟ اسبقني على الديسكو وانا هحصل. جميلة دي، كنت هايلة قوي. عجبتيني ده، انت تعجبي الباشا يا باشا. طب ثانية واحدة هغير هدومي وارجع. ثانية واحدة مش هقدر أكتر من كده. لا ها مش هقدر. ثانية واحدة. عجبك الأكل اليوناني؟ آه هو لذيذ بس ما بيشبعش شوية. يا ماما المرة دي عالية قوي. أي أي ما احنا برضو مش زي زي. طب اطلع هات الكاميرا عشان تصور الاي اي مع الزي زي. هو ده وقته. لا حاضر يا فندم. بقول لك ايه؟ نعم. كلم خالك في مصر وطمنه. اه حاضر. عجبك رقصها وغناها قوي؟ نعم وانا برضو بتاع الكلام ده. ايه مش عاجبك كلامي؟ انت الحكومه. هو في حد ما عجبوش كلامك؟ كلي كلي اللحمه حلوه قوي. ليه؟ علشان تحدى. ابراهيم تليفون. يلا بينا. ما لسه بدري. يلا بينا.
الجماعه دول عارفين كل تحركاتنا. احنا لازم نسيب الاوتيل ده فورا. بالعكس، ده احنا لازم نلاعبهم عشان نفهم هم عارفين عننا ايه. المهم تستريح وبلاش مجهود عشان ضغط. اذا حسيت باي حاجه اتصل بينا. دلوقتي انا تعبان قوي، بس يعني لو شفتك هبقى زي البومب. ايه نتمشى؟ طيب ماشي زي بعض. طب اوكي، مع السلامة. نتمشى. أنا حاسة إني أعرفك من زمان. ما أنا أصلي لذيذ خالص. عشان كده الناس بتاخد عليا بسرعة. مغرور. هو يعني لما واحدة بجمالك ورقتك وحلاوتك تقول لي الكلام ده لازم أتغر. تعرف يا عادل؟ في حاجة في عينيك بتخطفني. لأول مرة بخاف. ليه؟ خايفة أتعود عليك. طب ودي فيها إيه خوف؟ أصل مش ضامن. بس أنا ضامن، هفضل معاك ومش هسيبك. بس هيجي وقت ولازم نسيب بعض. ليه؟ عشان شغلك، وبعدين إحنا هنتنقل من جزيرة لجزيرة. هو ده برضه السبب يا عادل؟ طب ايه رأيك بقى اني هسيب شغلي وهسيب كل حاجة وافضل معاك؟ تيجي نطلع فوق؟ يلا بينا. يلا. هم بقى تلاقيهم دول بقى تنظيف الارض ويبصوا لك رقص غريب كده مش فاهم ايه. بسرعه. ايوه تحت تحت. تصبح على خير. لا تصبح على خير. لا انت مش هتعزميني على جوه؟ لا احنا هنصحى بدري. لا ما انا هنصحى بدري ومتاخر. تصبح على خير. لا سوسن سوسن انا تعبان. انا بابا سوسن يا طب تصبح على خير يا سوسن. باي فرصة سعيدة. ايه حكايتك مع الكوريدورات؟ لا اصلا هو انا كل ما اخرج الاقيك مزنوق كده. لا يا فندم اصلا كان ضهري عالي عليا شويه معلش. ف اتفضل قدام. يا فندم احنا كنا بنتمشى. ما تكونش فاكر نفسك طالع رحله. احنا في مهمه واول ليله كنت هتموت فيها. معنى انك تنسى نفسك وتنزل تتمشى في الشوارع انك صرت سهل لاي طلقه مش محتاجه القناص. يا فندم انا كنت في وعي. قصدك غايب عن الوعي. الكلام ده ما يحصلش تاني. مفهوم؟ تمام يا فندم. تصبح على خير. انت من اهله. أنا هنزل أنا ومحمود نجس النبض. خليك أنت مع مي ولبنى. إذا حبيتوا تنزلوا ما تخرجوش من الأوتيل. وخلي ده معاك احتياطي. بص بقى أنا إيه؟ أنا رايح أوضتي. لو احتجتوا لأي حاجة أي حاجة بس تتصلوا بيا. اقفل الباب كويس ورايا. يلا.
احنا جايين هنا عشان نعرف الاوتيل. انا متاكده ان هم عاملين لنا مفاجاه. مفاجاه؟ مفاجاه ايه دي بقى؟ شوية وبعدين نبقى ننزل نلف على المحلات زي السواح لحد ما نشوف اخرتها ايه. ماي بقول لك ايه، ما تيجي ننزل نتفرج على لا اقصد يعني تعالي نتفرج لان نشم الهواء هنا، اليود بقى في البحر الابيض المتوسط يا سلام، يود ما فيش بعد كده. اوكي دلوقتي ماشي. اوكي باي باي. ايميجريشن بوليس. تمام. تاني حاجة؟ لا. طب الظاهر اننا موعودين يعني. كله من افعالك يا سعاده. حصل لك حاجه يا عبدون؟ لا الحمد لله جت سليمه، مفيش اي حاجه. اصل الصراحه يعني اول ما شفتك كده دماغي لفت. شفت يا اختي الراجل نسي كل اللي جرالي بصراحه. البت زي لحظه في القشر. طب يلا يلا انت وهي، يلا انتوا نايمين كده امشوا. اسفه يا جماعه، صباح الخير. صباح الخير من لاقي احبابه. امال فين بقيت الجماعه؟ نزلوا يشتروا شويه حاجات. تعالوا اقعدوا معايا. دول الجماعة يبقى وقعنا في المصيدة. أنا خايف على الجماعة اللي هناك. خلي عينك معايا.
ابراهيم ابو السعود مصري، محمود ابو السعود اخوات مش كده؟ ايوه. جايين تعملوا ايه هنا بقى؟ فسحه كده سياحه. وانت بتشتغل ايه؟ رجل اعمال. وانت صاحب مصنع نسيج. بس انتوا جايبيننا هنا ليه؟ انا اللي بسأل مش انت. انتوا معاكوا اللي يثبت احنا مين، لكن انتوا مين؟ الظاهر انك لازم تتقلب. قولي بقى انت جاي ليه وانا مش. ما قلت لك سياح. شفتي؟ ثلاث ساعات ولسه ما جوش. هي دي بقى المفاجأة؟ اصبري يا لبنى، زمانهم جايين، اتأخروا قوي. مالكوا يا جماعه قلقانين كده ليه؟ هو في حاجه؟ عدوله تشرب؟ لا مصلنا عيلة محافظه. على راي عزيز عثمان ده لينا ده اول لمبي ده اول لمبي ده اول لمبي ده اول لمبي ده اصحاب الله اصحاب الشوارع. طب يلا بينا ننزل البحر. اه بحر جميل قوي البحر. بلاش عشان ما يتعبش تاني. تعرفوا احلى حاجه فيكوا ايه؟ قلبكوا على بعض قوي. وعليك يا حبيبتي. تاني خالد. فاضل كم واحد بره؟ ده اخر واحد. شياطينكم في البيت عليهم. كثف المراقبة وبلغ المصريين ان رجالتهم تحت ايدينا وان اللعب مع الكبار صعب عليهم. احنا لحقنا نقعد؟ مالهم مستعجلين كده ليه؟ محمود جيب لك طريقة للخروج. أجر عربية جيب مستنانا بيها ورا الأوتيل. أول ما توصل ادي لنا شنطة. هات الشنط يا رول. بعد إذنك يا فندم. عادل انت عارف شغلك كويس. تحت امرك يا فندم. تعالى يا مي. يا
ابراهيم عايزنا نروح جزيرة تانية. وكنت عاوز تمشي من غير ما تقول لي؟ لا 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 طبعا. ده انا عملت حسابي اقضي كل وقتي معاك. انا محتاجة لك. عارفة عاوز تقول ايه، بس في حاجة واحدة بس عايزك تعرفها. انا فعلا حبيتك. اعملوا حسابكم، في واحد هيقابلكم مسؤوليته انه يوصلكم مصر. عادل اسباب الشرطه على فوق. تحت امرك. بس حد يعرف ولا كلمه يا لبنى. بعد 5 دقايق بالظبط هتنزلوا وتلفوا من ورا الاوتيل، مفهوم؟ بابا لا اله الا الله محمد رسول الله.
يا عادل افهم ارجوك، مش ممكن تستنى معانا. ايوه يا فندم، بس هنفسر لها اللي حصل ده بايه. احنا مش مطالبين نقدم لها تفسير. ارجوك احكيلي من المهمه دي. انا هتصدق. في حاجات مش ممكن تتقال، ولمصلحتك انك انت كمان ما تفهميهاش. بصراحة كده احنا مضطرين نسيبك ونمشي. تسيبوني فين؟ تسيبوني هنا لوحدي؟ انا لسه في خطر، وبعدين هعمل ايه لوحدي؟ اعتبرني زي مي او لوبي. حد يقول له حاجة يا جماعة؟ عادي. لا مش ممكن، انا مش قادره اصدق انكم ممكن تتخلوا عني وتسيبوني في حته زي دي لوحدي عشان خاطري. معلش يا ابراهيم. اتفضلوا. المكان فين؟ في مطعم فوق الجبل عند النور ده. كانت معاك. اروح اجيبها. تروح فين؟ مفيش وقت. اطلع يا فندم، لو وقعت في ايديهم هيموتوها. لو كلنا استنينا كلنا هنموت ومش هننفذ العمليه. اطلع. امشي بقى مصيرها زينا. كسر الاوامر. اركب يا فندم، دي مسؤوله مني. ولا كلمه. عادل
الظاهر ان المره دي الخصم عنيد، وانا احب العب مع الصنف ده بس ما احبش اخسر كتير. هيلفوا يلفوا ويجوا عندي في النهايه على هنا. يعني الفيران لازم تدخل المصيده، انما لازم يفضلوا تحت المراقبه المستمره واعرف خططهم اول باول. طلع دوريات بحث تطاردهم، تطارد الفيران. بابا عند الكل جسمه بيترعش، احنا لازم ننقله المستشفى حالا، كده ممكن يموت فيها. يا حبيبي عادي، كل اللي حصل لك ده سببي. حطلوا كلام، النزيف ده لازم يقف فورا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أمال الجماعة فين؟ كلهم نايمين. أنا بقالي كتير على الحالة دي. مش مهم، المهم إنك دلوقتي بقيت أحسن. كنت محتاج للحضن ده أوي. وأنا كمان، أنا كنت قلقانة عليك أوي. حب؟ أكتر. عشق. عشق. تحب تتمشى شوية؟ يا ريت. بعد كيلو من الكوخ، كل واحد يطلع من طريق. لو حسيت بأي خطر اديني اشارة.
جت سليمه المره دي. مكان السلاح فين بالتحديد؟ مفروض يكون هنا والعميل كمان. إيزيس أوزريس بدر، أنت مين؟ مش مهم أنا مين. فين عادل؟ مين عادل؟ نمرة ثلاثة ومي ولبن. أنت بقى اللي مين؟ أنا العميل ستافروس. أنا موفر لكم كل الأسلحة والمتفجرات وجهاز الاتصال والبوصلة البحرية. موجود. ما تقلقش، أنا هستلم ماي ولبنة وأصفرهم. واللانش موجود في المينا، اتأجر باسمك. محمود اطلع من الطريق. عرفوا مكاننا؟ مش ممكن. عددهم كام؟ خمسة. أنا لازم أمر قبل ما نكشف. هنغير المكان للنقطة دي. أوكي، نتقابل هناك، ربنا معاك. نقابلهم بره أحسن. أمن المكان وأنا هحصلك بالسلاح. كنت غايب عننا فين يا صاحبي؟ عرضت عليك تشتغل معايا رفضت، والمفروض إنك يا معايا يا معاه، وما دام اخترت معاهم يبقى لازم تسبقهم. مستر بلاكي أنا إنما لو حد حاول ينقذك مش هيلاقي فيك حاجة تنفعه.
فين؟ جاي ورايا. يلا. ايه الحاجات دي كلها؟ ادخلي وانت ساكتة. ايه ده؟ كل دي أدوية؟ أيوه. طب أحب أساعدكم؟ متشكر. من إيزيس لأوزوريس، من إيزيس لأوزوريس، هل تسمعني؟ حول. من إيزيس لأوزوريس، هل تسمعني؟ حول. الشبك لسه فاضي والموج عالي. غالب حول. يلا يا جماعه، ابراهيم وطن عادل. خلينا في موضوعنا. الشاب بقى الحلو ولا زي عادل؟ الشاب بقى الحلو. اطلع انت بالعربيه وحصلنا على النقطه دي. من هنا ورايح كل واحد مسؤول عن نفسه. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني كل واحد يخلي باله على نفسه. هو انتوا بتعملوا ايه بالظبط؟ انا عسكر في مكان قريب الليله دي. عادي ما تفهمني. يا حبيبتي مفيش اي حاجه. الله، انت قلقانك ده ليه؟ مفيش حاجه، خلاص انت معايا. ما انا باين عليا وقعت في شله مجانين. ايه مالك يا بابا؟ في حاجة غريبة بتحصل بس لسه مش متأكد منها. بسبب اللي حصل لعادل؟ لا، دي كانت مجرد شدة اعصاب وانتهت. ايوه بس انت مش بتعامله زي الاول. صحيح عادل زي ابني من ايام ما كنت بدرس له في فرقة الصعقة، لكن العسكرية ليها حدود ومش لازم اي حد ابدا يتعداها. يمكن اصابته كانت السبب. سوسن عرفت تلعب بعادل. وليه ما تكونش بتحب؟ ما افتكرش، هي نصبت المصيادة كويس وهو وقع فيها. بقولي ايه رأيك لما نرجع مصر نتجوز؟ تتكلم جد؟ ايوه، نفسي في حتة عيل يملى عليا حياتي. وانا موافقة. تتكلمي جد؟ جد. بعد ما عرفت ان احنا تزلنا في حرب 67 قررت اسيب الهندسة واخش الحربية. اتخرجنا بعد سنتين. ابراهيم هو اللي تولانا من يومها لغايه دلوقتي. كان قائد واب واخ وصديق وكل حاجه ليه. علشان كده بتحبه قوي؟ وافديه بروحي. انا عمري ما هنسى انه شالني على كتفه بعد ما انصبت في عمليه من العمليات. رجع بيا ورا خطوط العدو، حطني في اول عربيه قابلته ورجع يكمل مشوارنا. اتأثر واتعذب، ولما رجع لقى مراته ماتت اللي كانت كل حياته. عرفت ليه احنا ما بنسيبش بعض ابدا؟ ربنا يخليكوا لبعض. عادل جاهزين. خلصت الشرك حوالين الخيمه؟ ايوه. فاهم مي ولبنى على كل حاجه، واعملوا حسابكم هنتحرك فورا. احجز سوسن شويه. تمام. الاشارات دي عشان اذا حد حاول يقرب منكم. خلوا بالكم كويس، الاسلحه جوه في الخيمه. العصايه دي شمال، دي ورا الخيمه، دي ناحيه البحر، دي من الناحيه اليمين.
جهات الخريطه اللي عندي عادل من الطريق ده، محمود من هنا ويأمن طريق العوده، انا هخترق من المواجهه. نظبط ساعتنا، 3:30 دلوقتي، هنتقابل بعد 1:30. توكلنا على الله. ايه ده؟ خليه معاكي، محدش يضمن الظروف. ده تقيل قوي. طب يستعمل ازاي ده؟ تمسكيه كده بكل قوتك وتضغطي هنا، كل اللي فيه هيخرج. طب ما تولعينا نار ولا حاجه. القمر كفايه. قمر، انا هروح اقعد على الشط وانا هراقب الخيمه. تعالي بسرعة. يمكن حاسس السواحل. احتمال. طب لو سألونا بنعمل ايه هنا؟ هنقول لهم ايه؟ راح للصيد. والسلاح. سلاح؟ تدفن. تدفن جاهز تقلعي. الدنيا باردة قوي. حرام عليكم. شايفه ايه؟ مش قادره احدد. مين اللي معاكم؟ مفيش حد معانا. كفاية! كفاية بقى، حرام عليكم. احنا ما نعرفش أي حاجة، أي حاجة، أي حاجة. والسلاح. والرجال اللي ماتوا. كل ده كان إيه يا حلوة؟ بتلعبوا عسكر وحرامية؟ إيه ده، إيدك عالية يا خدمي. الظاهر إن الذوق مش هينفع معاكم. الكوع. أنا مش هدور عليهم، هم هيجوا لغاية هنا برجليهم. عرفت تدافع عن نفسك بالسلاح، عاوز أشوفك بقى وأنت بتدافع عن نفسك وعن شرفك المرة دي. ما تستعجليش يا حلوة، الدور جاي عليك. ابعدي يا مريم، عيني.
يا لبنى لا. كنت في اللانش ساعة ما هجموا عليهم وخدوهم، ما قدرتش أعمل أي حاجة. عادل بيبص لي كده ليه؟ ما أنا لو كنت ظهرته كان خدوني معاهم. السلاح اتاخد من كل الأماكن اللي كنا مخبيينه فيها. دي حاجة بتحصل محيراني. كانوا دايماً بيعرفوا طريقنا باستمرار. إزاي؟ في حد بينا خاين. هي حصلت؟ حصلت بقى انك تشك في اخواتك؟ من غير انفعالات ومن غير ما تبصوا لبعض. اول ما وصلنا عرفوا طريق الاوتيل. مين اللي عمل الحجز؟ انت. هي حصلت انك هتشك فيا انا كمان بعد ما شكيت فيهم؟ هربنا بالعربية وأصريتي إنك تيجي معانا. ضللناهم وطلعنا على المطعم. هجموا علينا هناك وأنت برضو معانا. لما طلعنا عملية الغابة لحقونا هناك. طب أنا بقى ما كنتش معاكم في الغابة. أنت عمال ترمي بكلامك يمين وشمال. قول أنت عايز تقول إيه بالظبط؟ طيب بالهداوة. لما رحنا الفيلا وسبناكي مع مي ولبنى هجموكوا. طب وانا ذنبي ايه في كل ده؟ لو كان في حاجه كنت بعتهم وراكم. مظبوط. خلاص يبقى مفيش بينا العميل ولا خاين. واكبر دليل على كلامي يوم ما رحتوا تجيبوا السلاح من الكوخ هاجموكوا وانا ما كنتش معاكم. طبعا مش هسالك دلوقتي عرفت منين ان السلاح كان موجود في الكوخ؟ لان دلوقتي عندي الدليل الأكبر والأهم. عادل ما تصدقوش. يا عادل ما تصدقوش. عادل محمود ما تصدقوش. أكيد حد فيكم قالها قدامي. مي اللي قالت لي. أيوة مي هي اللي قالت لي. الدليل الأكبر والأهم موجود معاكي الشنطة دي. جهاز ارسال للاشارات مستمر عشان يقدروا يحددوا مكانه. الشنطه دي كانت معانا في العربيه لما رحنا الكوخ. تمام يا فندم.
سوسه انكشفت. معلش كارت واتحرق، نلعب بغيره. على شطينا رن اللمة في الليل بتتلم اللمة، والبدر اسم على مسمى ونغني ياه، يلي هواكي في قلب انهار جعلوا يجري ليل ونهار، وانجر عليكي يا حلوة انهار بدينا والله. حلو بلدنا لو استشهد منا المجد عم نعزي، أمه تلبس ثوب أبيض والناس تبارك والناس تبارك، من غيري يحميكي تدعيني أديكي يا صبايا أحميكي، بكرايا أديكي أيوة عشانك أتمنى أموت في قلب النار، أنا النار دي آخرتها الجنة كانت أمانك، الود ود أنا ليكي أرد ناخد وندي ونتسالم، بس أنا يمكن مرجعش يمكن أعود يمكن أعود، لحضانك لحنانك لأنايتك لبطاني، من غيري يحميكي تبعيني أديكي أديكي. Hey man, down, down. انت مين؟ وايه اللي جابك هنا؟ ما تخافيش مني، انا فوزي البنداري. فوزي البنداري؟ فوزي البنداري مين بالظبط؟ أنا كنت جاي في مهمة خاصة واتخطفت ولقيت نفسي رهينة لغاية ما يفرجوا عن الناس في مصر. أنت مين بقى وهنا بتعملي إيه؟ أنا كمان جاية في رحلة صيد ولقيت نفسي هنا. وهم اللي عملوا فيكي كده؟ دول كفر ومفيش في قلوبهم رحمة، ما يعرفوش غير التصفية الجسدية. لكن أنا سمعت منهم إن في ناس بتحاول تخلصنا. صحيح؟
هات جثة البنت التانية. الأول ماي لسه معاهم، دي لسه عروسة في شهر عسلها. إبراهيم عايز حد معاه، دي شرط الهجوم. هنزل أنا. ماشي يلا. أنت لف من ورا وهات الناس اللي فوق بسرعة، وأنت أمن لي الملحق. هو ده؟ هو ثمنك غالي قوي محمود. اطلع المواجهة. مسدس يا ابراهيم، بقول لك ارمي المسدس.
لو استشهد ان المجد عبد عني وامه تلبس ثوب ابيض والناس تبارك والناس تبارك من غيري يحميكي تدعيني اهديكي يا صبايا احميكي بكرايا اهديكي ايوه عشانك اتمنى اموت بقلب مرقنة النار دي اخرتها الجنة جنت امانك الود وانت انا ليكي ارد ناخد وندي ونتسابر بس انا يمكن مرجعش يمكن اعود يمكن اعود لحضانك لحنانك لانيتك لبطانك